كونتين يحتوي على أما إنكلود يتضمن. لما أقول my bag contains some books and pens يعني شنطتي تحتوي على بعض الكتب والأقلام، يبقى احتوي على شيء بداخله. أما إنكلود يتضمن جزء من مكوناته. مثال the program of the trip includes a visit to the high dam يعني برنامج الرحلة يتضمن زيارة إلى السد العالي. أما consists of بقول بعدها مكونات الشيء، معناها يتكون من، ويجي بعدها مكونات الشيء زي ما أقول my flat consists of two bedrooms, kitchen and bathroom.